بأي سنة تم اعتقالك وشنو التهمة؟ يعني أنت بعيد عن الأحزاب، بعيد عن أن تكون جزء من هذه الأحزاب، خطيب ديني وتمثل مرجعية مهمة في حينها، مرجعية السيد الخوئي، شنو سبب اعتقالك؟ اعتقالي تم سنة 79. زين. وسبب الاعتقال هم يعلمون السلطة كانت بكل أجهزتها تعتبر الخصم الأشد والألد الذي وقف عقبة أمامها هو مرجعية الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدوق. زين. وصلتي بالسيد الشهيد وكوني أنا أبرز ممثليه في 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 بغداد هو هذا السبب الذي يعني كنت أحد وكلاء في بغداد؟ أنا ممثله في بغداد بالإضافة إلى وكالة السيد الخوي؟ نعم بالإضافة إلى وكالة السيد الخوي.